قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم،
بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره صدق الله العظيم আমাদের ছোট বন্ধু যে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেছে এগুলো ছিল সূরা হুদ থেকে সূরা হুদের একটি আয়াতের অংশ বিশেষ আছে যে সম্পর্কে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন শাইয়াবাতিল হুদ সূরা হুদের এই অংশ আমাকে বার্ধক্যে নিয়ে গেছে আমার চুল দাড়ি পাকিয়ে দিয়েছে আর সে অংশটি ছিল ফাস্তাকিম কামা উমিরত অর্থাৎ হে রাসূল আপনাকে যেভাবে আমি নির্দেশ করেছি আপনি ঠিক সেই নির্দেশের উপরে অটল অবিচল থাকুন সেইভাবে রমাদানের পড়ন্ত বেলা এসে নিশ্চয়ই আমাদের অনেক রোজাদার ভাইরা নিজের যে টুপিটা মাথায় সারা মাস এঁটেছেন সেটা এখন ভাঁজ করে রাখার চিন্তাভাবনা করছেন আগামী এক বছরের জন্য অনেক বোনরা হয়তো জানামাজ গোছাতে শুরু করেছেন অনেক ভাইরা হয়তো আবারও কোরআন যেটাকে তিনি মেলেছেন রমাদান জুড়ে সেটিকে বন্ধ করে রাখার চিন্তাভাবনা করছেন অথচ রমাদান পরবর্তী জীবনে যদি আমাদের ইবাদত ধারা অব্যাহত না থাকে তাহলে রমাদানের সাধনা কবুল হয়েছে সেটি আমরা বলতে পারি না অতএব এই আয়াত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আসুন আমরা সকলে আমাদের আমলের ধারাকে অবিচল রাখি অটুট রাখি তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের এই সাধনা সার্থক হবে قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين
يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم